أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى نحييكم أطيب تحية، ويسرنا أن نقدم لكم أضواء على برامجنا ليوم غد السبت 23 من شهر ربيع الثاني لعام 1411 الهجرة، والموافق للعاشر من شهر نوفمبر لعام 1990 للميلاد. سوف يبدأ إرسالنا بمشيئة الله تعالى ليوم غد في تمام الساعة 10 صباحا بالسلام الملكي، وخير ما نستهل به البرامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم. في 10:15 نقدم لأحبائنا الصغار باقة من الرسوم المتحركة، وفي 10:30 نقدم لكم برنامج عالم المرأة. بعد ذلك تشاهدون الحلقة 6 من المسلسلة الصباحية ينابيع النهر بطولة مديحة كامل صلاح السعدني. يلي المسلسل موجز لأهم الأنباء، فتلاوة عطرة من القرآن الكريم، يعلن بعدها السلام الملكي ختام برامجنا للفترة الصباحية. أسعد بلقائكم مرة أخرى بمشيئة الله تعالى لفترتي المساء والسهرة في تمام الساعة 4 بالسلام الملكي، وخير ما نستهل به البرامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم. بعد ذلك نقدم لأحبائنا الصغار باقة من الرسوم المتحركة، فحلقة من مسلسل الكرتون المدبلج الأحلام الذهبية. في 5 نقدم لكم برنامج في محيط التربية، وفي 6 تشاهدون الحلقة 2 من المسلسلة المسائية الرجل الأخير. بعد ذلك يصدر عدد جديد من الجريدة المصورة. في 7:45 نقدم لكم البرنامج الأسبوعي منكم وإليكم، يليه حلقة جديدة من برنامج مجالس شعبية. في 9 تماما نوافيكم من نشرة الأخبار المصورة الأولى، وعقب النشرة نقدم لكم البرنامج الإخباري مع الأحداث، يليه رسالة تلفزيون دولة الكويت الإخبارية. بعد ذلك تشاهدون الحلقة 7 من المسلسلة اليومية ضحى، تليها أضواء على برامج الأحد، فنشرة الأخبار المصورة 2 والأخيرة، يليها تلاوة عطرة من القرآن الكريم، يعلن بعدها السلام الملكي ختام برامجنا ليوم غد السبت. أيها الأعزاء، نرجو أن تحوز برامجنا على رضاكم واستحسانكم، وأن تقضوا معها وقتا طيبا ومفيدا، وشكرا لكم.